هنا ثواني، لان انا ما سمعتش خالص سياده النائب ايمن ابو العيلة، معلش، لانه كده بقى يبقى موضوع مكتمل بين النقابه والغلاف لجنه الصحه. انا لسه ما قلتش غير جزء صغير قوي، فمن فضل حضرتك اديني وقتي. حاضر، لان هرجع لك تاني. لسه احنا حضراتكم مستعجلين، احنا قدامنا لا ساعه. لا انا مستعد اقعد لغايه بكره، بس يكون ساعة. عندكم انتوا وقت قدامنا ساعه. أوكي. معانا وقت وهنسمع بعض تاني وتالت. لا ده انا عندي عمليه. لا حاضر حاضر. سياده النائب، لجنه الصحه في البرلمان ازاي بقى شايفه كل ما تم طرحه الان، سواء من تأييد لهذا المشروع او مخاوف واعتراضات عليه؟ طيب انا عايز اطمن جميع الحاضرين. طبعا انا بشكر اللجنه، طبعا هي شغاله، بعضهم شغال من 2008 على مدى 9 سنين، وبعضهم الحقيقه تعبوا جدا في هذا، ومن حقهم ان هذا المشروع يناقش مناقشه جيده وافكارهم تطرح، انما هي مش نهائيه طبعا. ومجلس النواب سوف يعقد كثير من جلسات الاستماع اكيد قبل اقرار القانون، واكيد الساده الافاضل اعضاء اللجنه كل بخبرته هيدلوا بدلوه في هذا القانون. بس انا اللي عايز اقوله، الناس عماله تقول حلم حلم حلم. طب ما هو حلم لازم نبتديه، وخاصه انها فرصه سياسيه ذهبيه. لاول مره رئيس الجمهوريه يقتنع مع الماليه. انا ما يهمنيش بقى الدكاتره، الدكاتره كلها نفسها تطبق المواطن، في فرصه ذهبيه سياسيه لاقرار هذا القانون وبدايته. نبتدي؟ لا طبعا نبتدي صح، لا ما نبتديش غلط خالص، لان لو ابتدينا غلط هيفشل، ولو ابتدينا بالاسلوب اللي هو الشائع ده برضه هيفشل، لان في تخوفات واضحه من الموضوع. ليا تعليقات على كل اللي اتقال، بس انا هقول تخوفاتي انا شخصيا في هذا القانون. هذا القانون عشان يبدا لازم نضمن استدامه تمويله لفتره على الاقل 15 سنه. لازم نضمن البنيه التحتيه الصحيه الجيده لتقديم الخدمه عشان ما نكررش مأساة اللي هي الجاهزية اللي كنا بنتكلم عليها، الجاهزية بالظبط، وأجهزة تدريب طبيب الرعاية الأولية، أطباء وتمريض، وكذلك حوسبة النظام الطبي لازم، لأن دي مطالبات. إيه النظام اللي ممكن نضعه لحوسبة النظام الطبي؟ لازم مقدمي الخدمة يتكودوا داخل سيستم بأسعار معينة، ولازم متلقي الخدمة يكودوا. دي نقطة مهمة جدا وخطيرة، وإلا مش هنعرف نبتدي إلا مطالبات. ولذلك أصل المقترح، احنا لو عملنا البدع علشان نطلع المشروع ده للنور ونطبق القانون ده، وفي الآخر ما كانش عندي آلية واضحة وصريحة أحاسب كل واحد مخطئ إزاي، ولذلك يبقى ما عملناش حاجة. ولذلك أنا بس عشان ألحق أعلق على اللي اتقال سريعا، ولذلك ضمان استدامة التمويل مع تدريب طبيب الرعاية الأولية مع جاهزية البنية التحتية الصحية مع حوسبة النظام تبدا مع اقرار القانون. يعني انا هقر القانون واقر قانون الثلاث هيئات، لان في مرحله انتقاليه للتامين الصحي الشامل اللي موجود دلوقتي هيفضل موجود في 12 محافظه هيبتدوا في خلال 3 سنين. طب بقيه ال 26 ناس مش هتعالج؟ فانا لازم اعمل منطقه حضانه لهذا القانون، اقره وابتدي مرحله سنه سنتين اجهز كل هيئه تقوم بشغلها. هيئه التمويل تبتدي تعمل دراسه اكتواريه لحقيقة الأسعار. هي موجودة دراسة الاكتوارية شغالة في المالية الحقيقية. يعني إيه؟ يعني تسعير الخدمة داخل تكويدها الإلكتروني. أمال الدراسة الاكتوارية شغالة دلوقتي لم تنتهي إلى الآن؟ لا هتقول متوسط الفرد بناء على تسعير الخدمة. التسعيرة خلصوها؟ لا لا متوسط التسعير خلصوها. لا في مصر بيقول اتفضل اتفضل عشان شغلتي التامين. فانا يعني في فرق بين ان انا اسعر الخدمه وبين ان انا اعمل متوسط انفاق الفرد في الخدمه. متوسط انفاق الفرد في الخدمه مبني على ان مصر فريده من نوعها، ان بتستهلك 60% من المطالبات التامينيه ادويه، عكس العالم كله. العالم كله الكليمز 45% ادويه. ليه؟ خوفنا من العمليات، لجوءنا للصيدله بدون روشتة. يعني انفاقنا خاطئ. ولذلك لازم يتحط في الاعتبار ان الادويه بما انها زادت لازم تؤثر على السعر الاكتواري، وبالتالي انا يعني ما اتكلمش على السعر الاكتواري. يعني استهلاكنا في مصر هنا ازيد من المعدلات الطبيعيه العالميه نتيجه الاسباب اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي. طبعا تمام. هرجع تاني، مش عايز برضو ابقى تكنيكي قوي، لكن اللي عايز اقوله ان هيئه التمويل لازم تقوم باول خطوه ليها تنشا، وتقوم بتحديد سعر الخدمه الحقيقي، حوسبه النظام، هيئه الرعايه الصحيه تجهز مستشفياتها بالخطه اللي عاملاها، وفي نفس الوقت تجهز اطباء رعايه اوليه على الاقل طبيب اسره
عنده ماجستير هتديله زي ما كانه سافر السعوديه، والا هيسيب العياده، يا اما هيبزنس من ورا الاسره بالزبط. يعني هياخد كوميشن من كل خطوه بالزبط. لان هو ده المفتاح، ده كي بيرسون، ده الاسره كلها بتقابله عشان توديه الاستشاري او يروح لتحاليل او تعالج. احنا عندنا كام عياده اسره، كم عياده عشان نقدر نطبق المشروع؟ عشان نطبق المشروع لازم تبقى في كل قريه المفروض، او في كل حي عياده. بنتكلم على 27000 عياده، 27 على اقل تقدير. فانا محتاج على الاقل 30000 طبيب رعايه اوليه. ولو ابتدى الموضوع بالكارثه اللي موجوده اللي هي الطبيب بتاع الوحده الصحيه هتبقى كارثه. ولذلك يجب تدريب دبلومة في هذا التوقيت في السنه ونص دي، دبلومة طبيب اسره. يبقى عارف ان هو لما يتخرج من هذه الدبلومة هياخد مبلغ كويس يتفرغ لهذه العياده كطبيب الاسره. انا مش مع الدكتور في ان لا البرايمري كير ميديسن هو المهم بس العياده بس. لا، ده انا ورايا مشاكل تانية كتير. هو قال ان في وراه حاجات تانية كتير، مش بس انا اللي كنت بقول له انه ده اهم حاجه. او بدايه مهمه جدا. لا، البنيه التحتيه الصحيه كلها لازم تبقى متظبطه كويس جدا في المكان، والا هنرجع تاني لعدم استعمال خدمه والانفاق. لسبب النهارده انت طالبه مني كراجل دخله 50000 جنيه، طالبه 4% مني، يعني بنتكلم على 2000 جنيه في الشهر، يعني كام في السنه؟ 24000 جنيه في السنه. ده انا لوحدي من غير اسرتي، هتاخد مني هذا المبلغ وتوديني في حته. انا موافق انها تبقى تكافليه، موافق ان انا اتكافل عشان كده، بس على الاقل اتلقى خدمه، لانها هذا المبلغ يساوي تاميني في شركه عالميه كبرى تجيب طياره تنقلني لاوروبا. فاذا لازم نحط في الاعتبار هذه النقاط. فلجنه الصحه بطمنكم دارسين الموضوع، لن نبداه عشوائي، لن نبداه الا بعد نحط له. لا، طبعا احنا لازم ده المواطن اللي عايز يستعجلكم يا فندم. لا لا لا، لا. المواطن يستعجلني في ان انا لازم ابتدي له صح، بمعنى ما عنديش مانع ابتدي في 4-5 محافظات زي ما عايزين يبتدوا، بس طيب. في نفس الوقت انا عندي مشكله هنا، وانا اسمحوا لي هرجع تاني بس اخد اصوات بعض المواطنين وارجع تاني اطرح السؤال ده. انا عندي مش قبل اطفال بلا ما ولا هنتكلم فيها، ما تقلقش. انا بس عندي مشكله انه طول الوقت لما بنتكلم على اقرار مشاريع قوانين جديده دايما بنلاقي المواطن بيتكلم يقول لك هم اخذوا وشكلوا لجان وشكلوا هيئات متخصصه تتكلم فيها، الا المواطن. صحيح. ما رجعتوش للمواطن اللي هو صاحب الاصل في المشكله دي عشان تاخدوا رايه ازاي نطبق الخدمه او نفعل القانون ده.